انضم الينا من الخرطوم مراسل الغد محي الدين جبريل. مرحبا بك معنا محي عبر هذه الجوله. اسالك في ظل المواقف الاخيره محي، ما دعم فرص تجاوز الخلافات التي تعانيها القوى المدنيه وصولا الى توافق كامل تمضي بمقتضاه القوى العسكريه في تشكيل حكومه مدنيه وتسلم الحكم للسلطه المدنيه؟ مساء الخير محمود. لعل يعني الحديث عن فرص على الأقل عبور هذه ما يعرف بالتسوية على الأقل إذا صح التعبير، هي فرص إذا رأيت يعني إليها إذا وقفت في صف القوى التي تدعم هذه التسوية تجد هنالك فرص كبيرة، ولكن إذا ما نظرت إلى الخلافات البينية بحسب كثير من المراقبين يرون أن الوصول إلى تسوية في ظل هذه الخلافات البينية للقوى السياسية ربما هو أشبه بالمعجزة السياسية، ربما يحتاج إلى عصا موسى. ولكن بصورة عامة طبعا لا يوجد مستحيل لطالما الأطراف تعمل الآن على الوصول إلى تسوية، ربما هذا سيكون ثمنه غاليا على الأقل في وحدة قوى الثورة إذا ما نظرنا للقوى التي ترفض هذه العملية السياسية. هذه عملية الرفض ربما يتفق حولها اليسار السوداني، الحزب الشيوعي وأحد الأجنحة الرئيسة لحزب البعث العربي وقوى الشارع، اللجان الشبابية والتنسيقيات. أبرز ما يختلف عليه محي مع اليمين المتشدد من أبرز ما يختلف عليه ويعرقل الوصول إلى شكل كامل للتسوية بين المدنيين؟ ما يختلف عليه هو من زاويتين. ما يختلف عليه بين قوى الثورة هي الرافضين لهذه العملية، يقولون لا مساومة لا تسوية، ويطلبون على الأقل أن يكون هنالك محاسبة لقتلة المتظاهرين وخروج الجيش من المؤسسة العسكرية وما إلى ذلك. هذه هم الرافضين من قوى الثورة، الحزب الشيوعي إضافة إلى اللجان والتنسيقيات الشبابية. هنالك آخرين يرفضون هذه التسوية من داخل القوى الحرية والتغيير، ما يعرف بالكتلة الديمقراطية، يرفضون هذه التسوية باعتبار أنها ستعيد إليهم حكومة ما قبل 25 أكتوبر من العام الماضي. هنالك طرف ثالث يرفض هذه التسوية وهي الأحزاب التي كانت هم الإسلاميون ومن شايعهم من قوى اليمين، الذين يعتبرون أن هذه التسوية ستخلف دستورا علمانيا، يرفضونها من هذه الزاوية. إذن هي ثلاثة مواقف، الموقفان الرئيسيان هم من داخل قوى الثورة الحرية والتغيير المجلس المركزي و القوى الرافضة لها من داخل المجلس المركزي سابقا قبل خروجها مثل الحزب الشيوعي وما إلى ذلك.